الأول. خمسة فعل اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الباشا كبير. تعال يا أبو سامية تعال سلمي على سعادة الباشا. أبو سامية يا باشا يعني الكمالة يعني الحلو كله تخصص الزبيب. ازيك يا أبو سامية؟ ازيك يا باشا نورتنا اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. باشا وبقدم ده في براحتك اتشقلب. الله ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قالك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي. كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هما ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعه ولا مش ابن تسعه؟ ابن تسعه. يبقى يجي عند ابو ساميه. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعد ايه؟ يجي بعد ايه؟ يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجه ابو ساميه دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبره بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجه ان الجواز والمزاج توم توم لازقين في بعض. يعني انت بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه. ولسه يا رومانسي يا رومانسي عبد الحليم لسه عايش والله. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب اتبص انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب اتبص انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق عليا الباب اتبص انت انا زي العادة. لا ده الليلة كلها شقلبة. أنا كده هزعل يا رمانة. اللون ده مش لون والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراك. الله ما انت قلتي هتسيبيهم. ايوه بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه. اصل بصراحه كده جوزي بيغير عليا محرج عليا الشغل. جوزي؟ اه جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. ترى شفاعه زياره من معلم النور وامان. ماشي.
تفضل. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا افندينا. اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لأصحابه. دوز أمر فندينا، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا رجاله، يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه، ومن جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اقابلك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد. بالسلامه.